محلات التحف الشرقية تجد اسمها في كتب سياحية عربية وأجنبية، تعج بإرث الأردن وتأخذ على عاتقها مسؤولية الحفاظ على هذا الإرث التاريخي. معروضات لها زبائنها من السياح الأجانب أو حتى العرب الذين يجدون صعوبة في الحصول على هذه القطع الأصيلة والنادرة، فلكل قطعة معروضة قصة تراثية تتبادلها الأجيال وتسعى لاقتنائها كنوع من التمسك بالعادات الاجتماعية أو التعرف على عادات وتقاليد المجتمعات الأخرى. طبعاً عندنا المحلات هون متنوعة بكتير شغلات، في عندنا مثلاً الفضيات، في عندنا البسط اليدوية بتكون كلها شغل يدوي قديم في جديد، كل التراث الأردني، المطرزات، في عندك برضو الأجانب كتير السواح بيحبوا منتجات البحر الميت لأنه كتير منيحة للوجه للجسم، بيستفيدوا منها إذا في كمان عندهم أمراض جلدية. هلا عندنا الفضيات تكون في أشياء أشغالنا هن شغل إيدنا، يعني هن لأنه ما عندهم وقت لهذا الحكي، فإحنا عندنا أكتر يعني في مجال نشتغل، فبنبسطوا كتير بالمحلات، وكتير ناس يعني بيجوا بجيبوا أهلهم بيرجعوا كمان مرة يعني على المحلات على الأسواق. تعرفي المحلات متعددة، في أشياء كتير يعني حلوة. طبعاً إحنا منتعامل معهم على إنه مش هلا إني ما بحب مثلاً شغلات ما تكون صناعات أردنية، تيجي تقول له صيني ولا أي شيء، ما هو زهقان شغل الصين، فبنقول له نحن هذا كله شغل عندنا يدوي، البدو بيشتغلوا، الأهل الأردن، النسوان يعني النساء العاملات اللي قاعدين بيطرزوا، الإكسسوارات، الحلاق، العودة، فيعني بنبسطوا هنا أكثر على الأشغال، فبنجذبوا للمحلات إنه بحبوا يشتروا شغلات يدوية. هذه المعروضات التي تأخذ أماكنها على رفوف المحلات وزواياها تحكي قصص عربية تاريخية تشكلت عبر أزمنة وعصور تناقلتها الأجيال جيلا بعد جيل ليقتنيها سائح أجنبي يحكي قصتها لتعكس جمال الأردن وتاريخه وعراقته. لقناة رؤيا مي السيلاوي.